الطفل المحترف اول مره يطير في حياته بيرفع صوابعه وبيشاور على مجموعه من الرجال. انا ما كنتش متوقع ان حد يشاركني. الطفل ضحك وعايز يلعب تاني. في نفس الوقت الراجل رفع ايده فيها كلبشات. الطفل اتغير وشه. هل هو محترف؟ ام الطفل قلقت جدا، كلمت المضيفة على طول، هل الراجل اللي بكلبشات خطير جدا ولا لا؟ المضيفة ابتسمت وقرصت وشه، لا تقلق مش هيموتك. بعد ما خلصت كلام فتحت طبق الاكل، طلقة واحدة وصوت واحد، بابا وماما راحوا. في البداية رجال الاف بي اي كانوا هاديين وبهدوء فك الكلبشات، خد المسدس وراح على طول لغرفة القيادة. مين هو القائد؟ انا. دلوقتي مين هو القائد؟ انت. انا رائع. اتضح ان دي كانت عملية اختطاف. الراجل ده شرير جدا ومطلوب كمان في جميع انحاء العالم، بس محدش قادر يمسكه لانه بيغير وشه بمجرد ما يخلص اي جريمة. الاسم المشهور بيه جاياوا ذو الالف وش. في اليوم ده راح جاياوا المستشفى عشان يغير وشه، فجأة شرطة اف بي اي اقتحموا المكان. ما كانش قدامه غير انه ينط من الشباك ويهرب، ومع ذلك اعترضوا طريقه بسبب حركة المرور وقبضوا على الشرير الكبير. مكتب التحقيقات الفيدرالي اللي هيبعته الى لوس انجلوس عشان ينقله الى السجن. جاياوا بعدها خطف الطيار، هو اشترى المضيفة، اتحرك بعد الاستبدال، رتب مجموعة من الرجال عشان يتظاهروا بانهم ركاب. الموضوع كان سهل جدا وتم التحكم بالركاب بمنتهى السهولة. الطيارة تحت سيطرته بالكامل. سيداتي سيداتي، الف مبروك على الخطف. دلوقتي الجميع اقعدوا ساكتين وما تتحركوش، غير كده هضرب نار عليكم. جميع الركاب مرعوبين جدا، وطفل الباندا اكتر واحد مرعوب. جاياوا مبسوط قوي من المنظر ده بالرغم انه ما يعرفش في الطيارة دي راكب غير عادي، في عميل سري للاف بي اي. الراجل ده قام دخل للتواليت، غير كده سمع صوت ضرب نار وصوت وسويت كتير. الراجل شك ان في حاجة بتحصل، فتح الباب وشاف، اكتشف ان الطيارة اختطفت من مجموعة من اللصوص. ايه الصدفة دي؟ الراجل اسمه اهايا، عميل سري اف بي اي، بقاله فترة بيتعامل مع الحالات اللي زي دي. وفي الايام دي بسبب الرقابة الشديدة على حركة الطيارات اهايا ما كانش لاقي شغل، ممكن بس بيدي المضيفات دروس للتدريبات عن السلامة. دلوقتي الشغل رجع. اهايا اخرج بطاقة الاتصال الخاصة بالطوارئ وحكى الموقف لزمايله. في الوقت ده لاحظ اللصوص ان في حاجة مريبة بتحصل هنا، دول خطفوا الطيارة. بسرعة اهايا هاجم الراجل جامد وخلاه يشرب مية التواليت وخلص عليه. هدد اهايا بحياة اخوه الصغير، اتمنى ان جاياوا يعرف ده، لكن جنونه كان غير عادي. زق المضيفة بعيد عنه، شد راكب بريء. اهايا بهدوء استفاد من الفوضى، خد المضيفة الى المصعد وفصل انبوب الوقود. الطيارة ما فيهاش وقود، لازم هبوط اضطراري، لكن جاياوا مش خايف تماما لان الطيارة لسه تحت سيطرته. اهيا برضو فهم ان الطيارة وهي في الجو مش تحت سيطرة جاياوا، والاحسن ان الطيارة تهبط ويستنوا تدخل السلطات. خلى اهيا يروح عند الباب، هينزل هو في الاول. فجأة اهايا وقع من الطيارة ومسك المضيفة وقفل الباب. جاياوا تفاوض مع العمدة، في 5 دقايق لو ما جاتش سيارة مليانة بالوقود هنقتل 5 اشخاص كل 3 دقايق. ضابط الشرطة بالتلسكوب شاف جثث بتنزل من الطيارة، بعدها عرف انه مش بيهزر، لكن هو معهوش اذن. جاياوا تراجع خطوة لورا، قال انه عايز اشوف سيارة مليانة بالوقود وهطلق سراح نص اللي موجودين. من المؤكد ان العمدة بلع الطعم. في الوقت ده 2 شرطيين لقوا اهايا، سلم نفسك المكان كله محاصر. اهايا بيقول انه عميل سري للاف بي اي، بس محدش مصدقه، مش شكل حد كويس ومسكوه. انا لسه الحاكم اهي، اتقبض عليه وكمان القائد ما صدقوش، شكلك مش حد كويس. اهايا اتعصب، بعد كل اللي انا عملته شكلي مش كويس. اهايا هاجمهم وضرب 2 وركب الموتوسيكل وجرى. في الوقت ده شاحنة الوقود كانت وصلت، وايضا جاياوا زي ما وعد اطلق سراح نص الناس اللي موجودة، ومع ذلك غرضه الحقيقي كان يهرب في السر مع الرهائن. اهي عمل خطة، جرب الدراجة النارية على الطريق. جاياوا مع اخوه الصغير هرب لمدينة ملاهي في منطقة مجاورة. الدنيا زحمة، من الصعب انه يشوفه. صعد اهي على الارجوحة عشان يقدر يشوفه من فوق، اخوه طلع وراه عايز يغتنم الفرصة ويقتل اهي، والنتيجة انه زقه ووقع مات. جاياوا جه بسرعة، مع ذلك اهي شجاع جدا، زي غراب كبير طرفه ايه وقبض عليه.
في الوقت ده جه رجال الاف بي اي واخيرا اتقبض على جاياوا. لكن هل انتهى الموضوع؟ جاياوا بيضحك بشكل هستيري، الموضوع ما انتهاش لسه. في الاساس كان امر بالفعل وخلال 20 دقيقة ما فيش اخبار هيقتلوا كل الركاب. الاف بي اي ما يقدرش يعمل حاجة غير انهم يوافقوا على طلباته. لازم اعمل حاجة لسه. كل رجال الشرطة في قناصين مسلحين في انتظار فتحة باب الطيارة. بعد ما الباب اتفتح لكنه ما توقعش القناص وجه السلاح على الباب. جاياوا دخل بسرعة جوة الطيارة، شافوه هو بيهرب، قتل اهايا واحد منهم، ركب السيارة بسرعة، لحقوا بالطيارة في الطريق، عايز يطلع على الطيارة لما تقلع في الهواء. نزل على الطيارة، لقى اخوه الاصغر على الارض، جاله زي كرباج من على يمينه، اخوه الصغير قال يا ربنا انت ازاي طلعت؟ ضربوا اهايا ضرب كتير، وخلص من واحد بنجاح، لقى ممر خلفي، ودخل لغرفة القيادة، وهاجم المضيفة، بعد ما خلص فاضل بس الشرير الكبير، بدأت بسرعة المعركة الحاسمة، الاتنين بيضربوا بعض ورا الممر الصغير، في ضرب نار، وزجاج اتكسر، زي ما الجميع عارف حصل تسريب هواء، والطيارة هتقع، الاتنين بيتقاتلوا بشدة. قال للباب امشي انت الاول مع السلامة، شفط قوي بيضربهم فورا، تدحرج شخصين على الباب، هم في مأزق، قول ان الاوان فات خلاص. اهايا مسك فيه بشدة، ركله ركلة تانية، ثالث ركلة على وشه، رماه من فوق الطيارة، اختفى جاياوا في السماء. في النهاية الطيارة وصلت في سلام، اهايا هيرحب بفصل الربيع.